اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآله وبلغ بإيماني أكمل الإيمان واجعل يقيني أفضل اليقين وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال. اللهم وفر بلطفك نيتي، اللهم وفر بلطفك نيتي، وصحح بما عندك يقيني، واستصلح بقدرتك ما فسد مني. اللهم صل على محمد وآله واكفني ما يشغلني الاهتمام به، واستعملني بما تسألني غدا عنه، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له، وأغنني ووسع علي في رزقك، ولا تفتني بالنظر، وأعزني ولا تبتليني بالكبر، وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعجب، وأجر للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن، وهب لي معالي الأخلاق وعصمني من الفخر. اللهم صل على محمد وآله ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي مثلها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها. اللهم صل على محمد وآل محمد، ومتعني بهدى صالح لا أستبدل به، وطريقة حق لا أزيغ عنها، ونية رشد لا أشك فيها، وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك، فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي أو يستحكم غضبك علي. اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها، ولا عائبة أؤنب بها إلا أحسنتها، ولا أكرومة في ناقصة إلا أتممتها. اللهم صل على محمد وآله
وأبدلني من بغضتي أهل الشنان المحبة، ومن حسد أهل البغي المودة، ومن ضنة أهل الصلاح الثقة، ومن عداوة الأدنين الولاية، ومن عقوق ذوي الأرحام المبرة، ومن خذلان الأقربين النصرة، ومن حب المدارين تصحيح المقا، ومن رد الملابسين كرم العشرة، ومن مرارة خوف الظالمين حلاوة الأمنة. اللهم صل على محمد وآله، واجعل لي يدا على من ظلمني، ولسانا على من خاصمني، وظفرا بمن عاندني، وهب لي مكرا على من كايدني، وقدرة على من اضطهدني، وتكذيبا لمن غصبني، وسلامة ممن توعدني، ووفقني لطاعة من سددني، ومتابعة من أرشدني. اللهم صل على محمد وآله، وسددني لأن أعارض من غشني بالنصح، وأجزي من هجرني بالبر، وأثيب من حرمني بالبذل، وأكافي من قطعني بالصلة، وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر، وأن أشكر الحسنة وأغضي عن السيئة. اللهم صل على محمد وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل، وكظم الغيظ، وإطفاء النائرة، وضم أهل الفرقة، وإصلاح ذات البين، وإفشاء العارفة، وستر العائبة، ولين العريكة، وخفض الجناح، وحسن السيرة، وسكون الريح، وطيب المخالقة، والسبق إلى الفضيلة، وإيثار التفضل وترك التعيير، والإفضال على غير المستحق، والقول بالحق وإنعاز، واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي، وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة، ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع. اللهم صل على محمد واجعل أوسع رزقك علي إذا كبرت، وأقوى قوتك في إذا نصبت، ولا تبتليني بالكسل عن عبادتك، ولا العمى عن سبيلك، ولا بالتعرض لخلاف محبتك، ولا مجامعتي من
ولا مجامعة من تفرق عنك ولا مفارقة من اجتمع إليك. اللهم اجعلني أصول بك عند الضرورة وأسألك عند الحاجة وأتضرع إليك عند المسكنة. ولا تفتني بالاستعانة بغيرك إذا اضطررت ولا بالخضوع بسؤال غيرك إذا افتقرت ولا بالتضرع إلى من دونك إذا رهبت. فأستحق بذلك خذلانك ومنعك وإعراضك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي من التمني والتظني والحسد ذكرا لعظمتك وتفكرا في قدرتك وتدبيرا على عدوك. وما أجرى على لساني من لفظة فحش أو هجر أو شتم عرض أو شهادة باطل أو اغتياب مؤمن غائب أو سب حاضر وما أشبه ذلك نطقا بالحمد لك وإغراقا في الثناء عليك وذهابا في تمجيدك وشكرا لنعمتك واعترافا بإحسانك وإحصاء لمنتك. اللهم صل على محمد ولا أظلمن وأنت مطيق للدفع عني ولا أظلمن وأنت القادر على القبض مني ولا أظلن وقد أمكنتك هدايتي ولا أفتقرن ومن عندك وسعي ولا أطغين ومن عندك وجدي. اللهم إلى مغفرتك وفرت وإلى عفوك قصرت وإلى تجاوزك اشتقت وبفضلك وثقت. وليس عندي ما يوجب لي مغفرتك ولا في عملي ما استحق بي عفوك. وما لي بعد أن حكمت على نفسي إلا فضلك. فصل على محمد وتفضل علي. اللهم انطقني بالهدى وألهمني التقوى ووفقني للتي هي أزكى واستعملني بما هو أرضى. اللهم اسلك بالطريقة المثلى واجعلني على ملتك أموت وأحيا. اللهم صل على محمد ومتعني بالاقتصاد واجعلني من آل السداد ومن أدلة الرشاد ومن صالح العباد وارزقني فوز المعاد وسلامة المرصاد. اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يخلصها
وأبقي لنفسي من نفسي ما يصلح، فإن نفسي هالكة أو تعصما. اللهم أنت عدتي إن حزنت، وأنت منتجعي إن حرمت، وبك استغاثتي إن كرهت، وعندك مما فات خلف ولما فسد صلاح، وفيما أنكرت تغيير، فامنن علي قبل البلايا بالعافية، وقبل الطلب بالجدة، وقبل الضلال بالرشاد، واكفني مونة معرة العباد، وهب لي أمن يوم المعاد، وامنحني حسن الرشاد. اللهم صل على محمد وآله، وادرى عني بلطفك، واغذني بنعمتك، واصلحني بكرمك، وداوني بصنعك، واظلني في ذراك، وجللني رضاك، ووفقني إذا اشتكلت علي الأمور اليدا، وإذا تشابهت الأعمال ليزكى، وإذا تناقضت الملل ليرضاها. اللهم صل على محمد وتوجني بالكفاية، وسمني حسن الولاية، وهب لي صدق الهداية، ولا تفتني بالسعة، وامنحني حسن الدعاء، ولا تجعل عيشي كدا كدا، ولا ترد دعائي علي ردا، فإني لا أجعل لك ضدا، ولا أدعو معك ندا. اللهم صل على محمد وامنعني من السراف، وحصن رزقي من التلف، ووفر ملكتي بالبركة فيه، وأصبب بي سبيل الهداية للبر فيما أنفق من. اللهم صل على محمد واكفني مونة الاكتساب، وارزقني من غير احتساب، فلا اشتغل عن عبادتك بالطلب، ولا احتمل يسرى تبعات المكسب. اللهم فاطلبني بقدرتك ما اطلب، واجرني بعزتك مما أرهب. اللهم صل على محمد وصن وجهي باليسار، ولا تبتذل جاهي بالإقتار، فأسترزق آل رزقك، وأستعطي شرار خلقك، فأفتتنا بحمدي من أعطاني، وأبتلى بذمي من معني، وأبتلى بذنب من منعني، وأنت من دونهم ولي الإعطاء
المانع. اللهم صل على محمد وارزقني صحة في عبادة وفراغا في زهادة وعلما في استعمال وورعا في إجمال. اللهم اختم بعفوك أجلي وحقق في رجاء رحمتك أملي وسهل إلى بلوغ رضاك سبلي وحسن في جميع أحوالي عملي. اللهم صل على محمد ونبني لذكرك في أوقات الغفلة واستعملني بطاعتك في أيام المهلة ونجلي إلى محبتك سبيلا سهلا. أكمل لي بيا خير الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد كأفضل ما صليت على أحد من خلقك قبله وأنت مصلين على أحد من بعده وأنت مصلين على أحد بعده وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني برحمتك عذاب النار.